والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحن اليوم في المرحلة النهائية من مسابقة السيرة النبوية في دورتها 15 تحت شعار بناء الإنسان قبل العمران. وكان من أهم نسائج هذا البحث ما يلي: القرآن الكريم مرجع مهم لاستخلاص القيم، وهو الموجه الأساسي للتربية، فقد وردت قيمة الصبر في سورة الكهف لقوله سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا أيضا شططا. لكن ونحن في عصر الانفتاح نشاهد اندثار مجموعة من القيم، ومن أبرزها قيمة الحشمة والحياء التي سأتناول تفصيلها في هذا البحث. J'ai l'honneur de vous parler d'une figure exceptionnelle. Le dernier des prophètes et messagers des trois grandes religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Comme tous les messagers, il se distingue par ses caractéristiques et spécificités uniques. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est issu d'un environnement désertique. Nous, en tant que musulmans, nous avons une responsabilité plus grande, de marcher sur ses traces. Suivons ses pas avec conviction et intégrité et faisons vivre ses valeurs à travers nos actions quotidiennes. انتقل الى عرض خطه بحثي. تناولت موضوع القيم الاسلاميه وخلق الصبر نموذجا. بدات بتمهيد فيه تعريف للقيم عامه ثم تعريف للقيم الاسلاميه. مصادرها، اهميتها، وبعض القيم الإسلامية الأساسية. قمت باختيار موضوع الرحمة لاندراجه تحت شعار مؤسسة القلم التربوية بناء الإنسان قبل العمران، لأن الرحمة تعتبر من القيم الأساسية التي تساهم في بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة، إذ تتيح الرحمة للأفراد التفاعل بإنسانية والتعاطف مع الآخرين، مما يعزز من التماسك الاجتماعي والتعاون بين الأفراد في المجتمع. الفصل الثالث: تجليات قيمة الحياء وأثارها. فأهم تجليات قيمة الحياء أولها الحياء من الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانيها الحياء من الناس بعدم انتهاك أعراضهم وحفظ حقوقهم. ثالثها الحياء من النفس بصيانة كرامتها وعدم تدنيسها بالمعاصي والذنوب. معنى الأمانة جليا وأن مفهومها أوسع مما كنت أتصور، فهي حفظ كل ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه، فكل امتثال للأمر الإلهي وكل اجتناب لنهي يعد أمانة، ومن ذلك مسؤوليات الإنسان اتجاه الله تعالى واتجاه الكون واتجاه أخيه الإنسان. Peace and blessings be upon him said إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. I was indeed sent to perfect the good manners. That means that our beloved Prophet, peace be upon him, is a model for our humanity to follow. He taught us the virtues and the good deeds and morals in the most completed manner. وقد قسمت هذا البحث إلى أربع مباحث. المبحث الأول مفهوم الحلم والتسامح. المبحث الثاني مظاهر الحلم والتسامح في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمبحث الثالث آيات وأحاديث دالة على حلمه وتسامحه. والمبحث الرابع آثار التسامح على الفرد والمجتمع. في هذا العرض سنتناول قيمة الصدق في السيرة النبوية، ونبرز كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في صدقه. يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. هذا المسابقة اللي شفناها اللي هي النسخة 15
كانت متميزة، وإلى الحمد بعد ما سمعنا القصة ديالها وسبب النزول ديالها سبب الورود ديالها كانت فعلا واحد كانت يعني في النشأة ديالها وفي التأسيس ديالها كانت مبنية على حب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه النسخة هذه من 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 النسخ اللي نفخر بها وأفخر بها كعضو في لجنة تحكيم هذه البحوث العلمية. وطبعا كما أنها يعني مهمة جدا في تعريف التلاميذ والتلميذات، يعني تعريفهم على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى احتكاكهم وربطهم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خاصة ذاك الموضوع هو موضوع القيم. فما أحوجنا اليوم إلى هذا الموضوع، ما أحوجنا إلى تمثل قيم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية، في علاقاتنا الاجتماعية، في علاقاتنا الاقتصادية، في علاقاتنا السياسية، إلى غير ذلك من مجالات الحياة التي نرتبط بها. فشكرا جزيلا لمؤسسة القلم والإدارة العامة ولجميع من ساهم في هذه النسخة. وقد وصلنا بحمد الله في هذه السنة إلى النسخة 15، وهي والحمد لله تدل على الاستمرارية في هذا المجال. ودائما في كل سنة يختار موضوع من الموضوعات العامة، موضوع هذه السنة القيم في السيرة النبوية تحت مشروع ضخم كبير ألا وهو بناء الإنسان قبل العمران. والحمد لله مرت هذه المسابقة في هذه الدورة كسابقتها في ظروف حسنة، والحمد لله استبشر فيها الناس جميعا خيرا، وقد لمسنا في تلامذتنا وتلميذاتنا والحمد لله مستويات جيدة جدا تنبئ عن مستقبل زاهر والحمد لله في البحث العلمي عموما وفي البحث في السيرة النبوية والعلوم الشرعية خصوصا. وهذا والحمد لله يدل على أن هذه الأمة المغربية فيها خير كثير دائما وأبدا والحمد لله. ونحن إذا نبتهج ونفرح بهذا الملتقى المبارك الكريم، نشكر هذه المؤسسة على عنايتها بهذه القيم المباركة الكريمة التي ترعاها إلى جانب اهتمامها بالبحث العلمي في كل المجالات.